خلينا ندخل على الكابينة الوزارية للسيد محمد الشيع السوداني. السنة واضحة، حصتهم 6 وزارات، شنية؟ الدفاع، التربية، التخطيط، الصناعة، التجارة. زين، المن؟ ما تخمسة. لا احنا 6 مو؟ لا تم تريد ان تاخذهم منها واحدة؟ لا عمي قلت مات الخبز، انا ما قلت شيء. لا من والخبز المن؟ انت بس كبيرة وين؟ انت بس كان مات الخبز. والله شوفي حتى بهاي ملاحقين يعني تاخذون تسريبات عن اسماء وباكر يقول الحصه التموينيه قطعها الاطار. هو ترأت البلاء البلاء كله يومكم شايلين من هسه. اي هي شايلين من هسه. خلي اختصرها الحج حبيبي واخويا، ماكو حكومه تنجح لو مو محمد الشيع السوداني والاطار. لو 7000 اطار و7000 شيع سوداني ماكو حكومه تنجح. ها شنو؟ نعم ليش؟ الا يا مو جاي تكمل. خلي اكمل. الا أن يطبق القانون أولا على الجميع وبحذافيرة. اثنين، يختار الكابينة الوزارية. شنو شلون يقدر؟ عندنا فصائل مسلحة، هو جايج من الدولة، جايج عندنا تدخل، عندنا أم بلال وأبو نور.